وناضت جمعات البيت ورمات كل شي كان فوق الناموسية. ما بغات حتى شي حاجة تفكرها فيه، وما كرهاتش حتى البيت تبدله. تخشات في بلاصتها وعطات الحرية لدموعها حتى نعسات. هو دوش ولبس عليه وخرج، بغى يدوز يشوفها وغير رأيه، بغى يخرج من الدار كلها يمشي يهدر مع شي حد ما عنده غير صاحبه. يلاه غير كب طوموبيلته وهو يشوف ثلاثة ديال الطوموبيلات مالين الدار رجعوا. نزلت حنان ومشات عنقاته وباستو وقالت له كون غير مشيتي معانا، وهو يقول لها هارون كنت مشغول. قال الجد غادي للشركة؟ وهو يقول هارون لا، غنمشي عند أمين نشوفه، عاد ندوز للشركة. وهو يقول يوسف سلم لي عليه وقول ليه يدوز. اركب ومشى طاير. قالت الجدة الله يحفظه خاصو يقلل من هاد السرعة. ودخلوا كلهم للدار. حنان ومريم نيشان طلعوا عند روان، دقوا ودخلوا ولقاوها ناعسة. وهي تقول حنان روان حبيبة فيقي لحداش هادي. روان حلات عينيها وهي تقول بلاتي شوية. وهي تقول حنان عينك منفوخين ياك لاباس. روان دارت للجهة الأخرى وقالت غير ما نعستش مزيان. وهي تقول مريم صافي خليها تنعس يلا هنخرجوا. قالت حنان واخا يلا وخرجوا. هي نزلات دمعة حارة من عينيها، تمنات كون ما جاتش، كون بقات في أمريكا حسن. هارون كان مع صاحبه أمين. قال لي أمين غلطتي بزاف هارون، دابا هي مسكينة ربي اللي عالم بيها، البنت ملتازمة هاد الشي غيدمرها. قال لي هارون راني عارف هاد الشي ما تزيدش تكمل عليا. وهو يقول أمين عندك حل واحد. قال لي هارون شنو هو؟ وهو يقول أمين تزوج بها واسترها. هارون تنهد وقال هاد الشي اللي خاصو يوقع. وهو يقول ليه أمين وفي أقرب فرصة قبل ما رضا يزيد يبغيها ويكبر الموضوع، عارف هاد الشي صعيب ولكن هذا هو الحل. قال هارون دابا نحلها يلا نخليك راه صدعتك صاحبي. وهو يقول له أمين راك خويا وفي أي وقت أنا معاك. هارون عنقو وخرج مشى للشركة وهو كيفكر كي غادي يدير. ودازت يومين روان ما كتخرجش من البيت بحجة أنها مريضة، ما قداش تشوف ليهم في عينيهم من بعد داكشي اللي وقع. كان الجد في المكتب كيشوف شي وراق، حتى شاف هارون داخل عنده، حط الوراق وشاف فيه وجلس هارون وما عرفش اش يقول. وهو يقول الجد يعني قول ولدي شنو بغيتي. هارون تشجع وشاف فيه بجدية وقال جدي أنا بغيت روان على سنة الله ورسوله. قال ليه الجد كيفاش؟ قال هارون كيف سمعتي ومن غيرها ما غنتزوجش. الجد لحد الآن مصدوم وهو يقول وعلاش ما قلتيهاش في الأول؟ قال ليه هارون داكشي داز بالزربة، دابا دير ليا شي حل، روان أنا باغيها. وقف الجد متوتر وقال أريضا واختو اش غنديرو معاهم؟ اه وروان؟ وهو يقول هارون روان خليها عليا ورضا وحنان شوف شنو تدير معاهم، المهم انا اللي كنعرف روان تكون مراتي من دابا الاسبوع. قال له الجد مالك مزروب شنو واقع؟ قال هارون والو. الجد زعما كتحبها؟ سكت هارون شويه وقال اه. الجد من الاول كان باغي له روان وقال له حتى نسولو روان. وقال هارون انا غنهضر معاها. وهو يقول الجد لا غتحرجها، دابا انا اللي غنتكلف. وهو يقول هارون شوف انا متاكد الا هضرت معاها انا غدا تبغي. قال الجد وعلاش متاكد حتى لهاد الدرجه؟ هارون وقف وقال متاكد وصافي. الجد قال صيفة حنان ولا مريم يعلموها عاد سير عندها
هو يقول هارون واخا وخرج وما قالها لا الحنان ولا والو. دق الباب ودخل لقاها متكية وساهية شعرها مرمي على المخدة، بغى يعنقها في هذيك اللحظة وقال روان. ناضت مخلوعة قالت له اش كدير هنا خرج عليا. قال هارون ما تخافيش جيت غير نهضر معاك. روان ناضت دغيا ودارت عليها الشال وهي تقول لا ما بغيت نسمع والو اخرج عليا. هارون مشى شدها بالسيف وجلسها وهي كتبكي. قالت بعد مني كان كرهك خرجتي عليا. قال ليها هارون شت غي خليني نهضر انا غنصلح كل شي. روان شافت فيه وهي كتبكي دوك الشوفات خلاوه يسها في عينيها، شاف شفايفها كيرجفو بغى يبوسها وهو يمنع راسه داخ ما عرفش اش غيقول. وناد من حداها حيت لبقى كيشوف فيها غيتهور وقال شوفي غنتزوجو ونحلو هاد المشكل. وهي تقول لا ما يمكنش اخر حاجه نديرها. وهو يقول راه هو هذا الحل الوحيد روان. وهي تقول نفضل نبقى بلا زواج وما نتزوجش بيك ولا نموت حسان. هارون بدا كيتعصب وهو يتحكم في راسه وهو يقول راني دويت مع جدي وراه موافق بقيتي غير انتي. قالت وانا ما موافقاش ما يمكن ليش نتزوج بواحد وحش بحالك كنكرهه. انا غنرجع لامريكا وانت انساني اصلا ما كانش خاصني نجي كرهتوني في حياتي هذا غير اسبوع وشوف شنو وقع ليا. هارون تعصب مزيان وقال امريكا نسايها عليك والزواج راه غنتزوجو بغيتي ولا كرهتي ولا الا بغيتي نعاود لجدي شنو وقع. وهذه حاجه اخرى يقدر يمشي فيها بالفقصه وديك الساعه هو غيزوجنا بالسيف عليك. قالت كنكرهك وكنكره النهار اللي شتك فيه واللي جيت فيه لهنا. قال لحد الان راني صابر حيت عارف راسي غلط ولكن الصبر لي حدود. دابا جاوبيني. روان مسحات دموعها وقالت بشرط. قال ليها اشنا هو؟ قالت عام ونطلقه ونساني وننساك. قال ليها واخا دابا يلا نهبطو باش نردو على جدي. روان خنزرات فيه وقالت سبقني. اهبط وهي لبسات عليها الخمار مع اللتان. من بعد ما مسحات وجهها هبطات ودخلات للبيرو جلسات وهي كترجف. قرب ليها الجد وقال اللي نطولوه نقصروه شنو بالك في داكشي اللي قال هارون. روان قلبها كيضرب شافت في هارون وهي كارهاه وقالت موافقة. الجد ابتسم وقال الله يكمل بالخير من الاول كنت باغيك الهارون ساعة كنت متردد. وهي تقول نقدر نمشي. الجد فسرها انها حشمانة وقال لها سيري يا بنت. مشات نيشان لبيتها وهي كتبكي على ايامها كيفاش ولات. قال الجد دابا خاصني اشنو ندير مع رضا واحلام. قال هارون وهو خارج اتكلف بيهم يلا انا مشيت. وبقى الجد كيفكر اشنو غيدير. اعرف ان هاد الشي غادي يجرح سيدو بجوج. مشى عند الجدة هي اللي غادا تعاون وحكى ليها اللي وقع. قالت هارون ديما كيدير غير اللي فراسو دابا اش غنديرو. وهو يقول الجد حرت والله. بقاو كيفكروا وقالت الجدة نقولوا ليهم كتبغيه وكيبغيها. وهو يقول غيقول لك علاش لعبنا في مشاعرهم. قالت الجدة ما كانوش متأكدين حتى لآخر لحظة اصلا مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق ومازال ما وصلنا لداكشي ديال البغيان دغيا غينساو زيد نجمعوهم ونقولوا ليهم اللي كاين. قال الجد واخا. صيفطوا الخدامه عيطات عليهم بربعه المكتب وفي 5 دقائق كانوا مجموعين. قالت احلام عافاك جدي راه عاد كنوجد راسي زيد اجل شويه الخطوبه. وقال رضا
أنا راه واجد في أي لحظة، قال الجد. الجد ضرو خاطرو على حفايدو، ولكن خاصو يتشجع. وقف وقال: كيف ما كتعرفو، الزواج غي مكاتب، وما ديو غير اللي كتبو لكم الله، كل شي كيشوف فيه باش يكمل. وهو يقول: انتوما كلكم عزاز وحفايدي الغالين، ولكن وقع واحد التغيير. روان وهارون كيبغيو بعضياتهم. احلام ورضا تصدمو. وهو يقول رضا: جدي اش كتقول؟ الجد حط يدو على كتافه وقال: عارف هاد الشي غيصدمكم، ولكن ما بغيناش نرتكبو غلط اكثر من هذا، تعيشوا بربعه معذبين، حيت واحد فيكم قلبو عند الاخر، وحتى واحد ما غيعيش مرتاح. اللهم نحبسوا هاد الشي. رضا ضرب فوق البيرو وقال: دابا انا واختي لعبه عندكم ولا شنو؟ كتساليو فوقاش ما بغيتو. احلام غير كتبكي، كتحس بقلبها كيتقطع، حتى فرحات انها غدا تدي اللي كتبغي وتقلب داكشي. هي من الصغر وهي كتبغيه وكتحلم فوقاش غدا ديه. هو الوحيد اللي كان معمر ليها عينيها، كتغير عليه من النسمة دلهوة، حسلاك تديه واحدة اخرى. رضا ولا بحال شي حماق كيغوت. قال: انت اناني يا جدي، ديما اللي بغاها هارون هي اللي كتكون، وصلت بيك تعطيه البنت اللي بغيت وتحرق قلبي وقلب اختي، شنو ذنبنا؟ روان غير شافت احلام كتبكي وبدات كتبكي حتى هي. عمرها ما كانت كتصور غيبكي شي حد بسببها وتجرح قلب شي حد، خصوصا بنت ما كرهاتش توقف هاد الشي كله وتمشي في حالها. رضا شاف اختو كتبكي وزاد شعل وقال: انت يا لالا روان دايره فيها الصلاه والعباده، ساعه انت غير مخبيه في داك الخمار، غير سيري حيديه حسن بنتي على حقيقتك. شنق عليه هارون وقال: لسانك نقطعو ليك لا وليتي جبتيها على فمك. وهو يقول رضا: ومازال كتهضر ولد عمي العزيز، اخويا وصاحبي اللي غدرني. بصح عنده الحق حيت هو فعلا غدر بيه. قال رضا: لا اجي ضربني، ولكن ضربك كيف والو على ضربتك اللي في قلبي. شوف اختي شنو ذنبها، ما ترضاهاش لاختك ياك ورضيتيها لاختي. احلام ناضت عند هارون وشدات له في ايديه وهي كتبكي وقالت: عافاك ما تخلينيش يا هارون، كان بغيك غنموت الا خليتيني. رضا تعصب وجرها وهي مازال شاده فيه وقال: زيدي يا اختي ما يستاهلوش، ما تدليش راسك. احلام ما بغاش تطلق منه وقالت: هارون ما تخلينيش عافاك. هارون ما لقى ما يقول، لسانه تربط وروان رجليها فشلوا ليها من المنظر. شدات في البيرو وهي كتبكي. رضا جرها بالجهد حتى طلقات من هارون وقال: انسايها عليك، واش ما فيك نفس اختي اللي ما بغاناش حتى حنا ما نبغيوهش. وعنقها وهي تقول: ولكن انا كنبغيه. وهو يقول لها رضا: دابا تنسايه يلا نمشي. وخرجات مع اخوها. روان طاحت في الارض كتبكي، ما بغاتش هاد الشي يوقع. وجل عندها هارون وتحنى عليها وقال لها: ما تبكيش. روان بعدت عليه وقالت له: بعد مني. الجدة مسحات لها دموعها وقالت: دابا ينساو مع الوقت. وهو يقول الجد: لا حول ولا قوة إلا بالله. ناضت روان وطلعت البيت وبدات كتبكي. هي اليوم جرحات جوج قلوب والثالث قلبها. وعند أحلام ورضا، رضا جاب الخطود ود النعاس، هو الوحيد اللي غيقدر يريحها على الأقل غير هذا الليلة. مدوا ليها وشرباتو وهي تقول: أخويا ما نستاهلش هاد الشي. قال ليها: عارف أختي عارف. أبقيت كتبكي حتى داتها عينها بالنعاس ونعسات. رضا غطاها وهبط جلس في الجردة وهو مدمر، كان باغيها وباغي يبني حياته معها. ما حسش بالدمعة اللي نزلت من عينه. تفكر اخته شحال كتعذب، كل شي عارفها شحال كتبغي، وتمنى كون ما خطبهاش، وتمنى بزاف ديال الحوايج.
تفكر هارون اللي كان كيعتبره أخوه وعمره توقعها منه، وحس بشي إيد فوق كتافه كان جده. رضا مسح عينه وشاف في جده وقال: صافي يكون هاني سالينا. قال ليه الجد: أولدي لمصلحتكم. وهو يقول رضا: صافي مسيرنا ننساه. قال ليه الجد: الله يرضى عليك ولدي. رضا حنا راسه وسكت. وهو يقول الجد: خود اختك وسافروا باش تنساو شوية. رضا قال: أصلا داكشي اللي غادي ندير، ما غنخليش اختي تحماق. وداز شهر، هارون وروان تزوجوا، وروان ما بغاتش تدير العرس، داكشي غير بيناتهم دوزوه. هارون مورا الزواج سافر على قبل الشركة اللي في فرنسا وباش يقاد أفكار. كل شي جاتو الصدمة، ومن بعد تأقلموا مع الوضع. واخا ناضو شي مشاكل ولكن نساو مع الوقت. أحلام ورضا سافروا لألمانيا. روان كانت في الصالة كتفرج، وحنان قال صحدها، قالت: هارون اليوم راجع. قال هالك ياك. روان ما بغاتوش يرجع، وطول هاد المدة ما هدراتش معاه، واخا كان كيسوني كانت كتقطع عليه. جاوباتها: اه قالها ليا. حنان غمزاتها وقالت: ايوا نوضي وجدي راسك، غيجي محشك. روان تعصبات وما بغاتش تبين، وهي تقول: ما عندي لاش نوجد راسي. ضحكات حنان وقالت: بغيتي تقولي عاجباه كيف ما انتي اختي؟ بصح غزاله تبارك الله عليك. قالت روان: غدا نطلع لبيتي ونرتاح شويه. وهي تقول لها حنان: اه ارتاحي، حيت محال يخليك تنعسي اليوم. روان ضرباتها بالمخده وطلعت للبيت اللي هو بيت هارون، سدات عليها وبدات كتبكي وشدات في كرشها، وهي تقول: يا ربي لما اسمح لي على هذا الشي اللي غدا ندير، يا ربي اول ذنب غنديرو في حياتي، ولكن انا ما بغيتش الولد يتزاد في هاد الظروف غير غيتعذب. انا ما خاصني حتى حاجه تربطني بيه، خاصني قبل ما يجي نطيحه. مسحات دموعها وطلعت فوق الناموسيه، نقزات بالجهد وولات طلعات ورجعات نقزات، عاودتها ثلاثه المرات وبدات كتحس بالحريق، ولات كلها عرقانه ورجعات طلعات ونقزات. عضات في يدها باش ما تغوتش، الحريق كان بزاف، حسات بالدم هابط مع شي حريق غادي يقتلها، وبقات عاض على يدها حتى سال الدم. بقات شي نص ساعه وهي في الارض كتوجع، داتها الترخات وناضت بصعوبه ودخلت للحمام، حيدات حوايجها ودوشات بالماء سخون، وشافت في الماء مخلط بالدم. بقات كتبكي بالجهد وتضرب في راسها وتندب، كرهات حياتها وراسها وكل شي. بقات مدة في الحمام كتبكي، وخرجات ولبسات عليها وهي كتحس براسها سخفانة، وكل شي فشل عليها، والحريق اللي في كرشها زاد كمل. تحنات ومسحات داك الدم اللي في الأرض بصعوبة، وهزات حوايجها ودارتهم في ميكا ودارتهم في الزبل حشاكم، شربات الدواء د الحريق وتخشات في بلاصتها ونعسات. ودازو سوايع حتى حسات بشي حد حاط يدو في جبهتها، شافت فيه كان هارون. بغات تنوض وما قداتش، جسمها ما طوعهاش، مهلوكة وكل شي كيضرها، وكتحس بالسخونة بحيلا راها فوق العافية. نطقات بكلمة واحدة وغيبات: كان نكرهك. هارون خاف عليها وبقى كيضرب على وجهها، ومن بعد هزها وداها للطبيب. وصلوا وقبل ما ينزلوا غطاها بشالها وخمارها، كان هزهم قبل ما يخرجوا باش ما يشوفها حد. دخلها ودغيا طاروا بيها، دخلوها للغرفة باش يفحصها الطبيب، هو بقى جالس على برا كيتسنى. ودازت سن الساعة وهو يخرج الطبيب، قال لي هارون: مالها دكتور؟ قال لي الطبيب: المدام كانت حاملة ياك. هارون تصدم وهو يقول: كيفاش؟ قال لي الطبيب: اسمعني، المدام كانت حاملة وطيحاته، يمكن طاحت ولا شي حاجة، دابا قدرنا نوقفوا النزيف وننزلوا حرارتها
وخاصها ترتاح. قال لي هارون: نقدر نديها للدار. قال لي الطبيب: آه، ولكن حتى تفيق. دخل عندها وكانت ناعسة، حط إيده على كرشها، كانت حاملة بولده، كان غيولي أب. لحد الآن ما عرفش راه هي اللي طيحاته. بقى كيلعب ليها في شعرها وسها فيها، كيشوف كل تفاصيل وجهها. شوية وهي تحل عينيها ولقاته قدامها وحيدات له إيديه، وهي تقول: اش كدير هنا؟ قال ليها: كنتي عيانة وانا نجيبك للمصحة. وهي تقول: راني مزيانة، غير رجعني للدار. قال هارون: نشوف الطبيب وغادي نجي. شوية وجع، هي دغية تغطات وتلتمات. افحصها الطبيب ولقاها مزيانة وقال: تقدري تخرجي وربي يعوضكم وسلموا لي على الحاج. قال هارون: إن شاء الله. هي ناضت وقادت غطاها وخرجت وهو تبعها. كانت كتمشي غيب شوية والحريق مازال في كرشها. شوية ركبوا في الطوموبيل وتحركوا، الطريق كامل وهما ساكتين. هارون وعينيه على الطريق قال: علاش ما قلتيش باللي كنتي حاملة؟ قالت: ما بغيتش، ماشي سوقك. هارون بدا كيتعصب وقال: واخا، وكيوقع حتى طاح الولد. بقات ساكتة ونزلات دمعة حارة من عينيها، هي كتعذب من الداخل وبغاتو حتى هو يتعذب. وهي تقول: انا اللي طيحته، قتلته حيت ما بغيت شي حاجة تربطني بيك، حيت انا كنكرهك. هارون فرانة بالجهد وقف في الجنب وهو معصب. هي قلبها مشى وجا، شافت فيه وهي مخلوعة وقالت: واش تسطيتي؟ باغي تقتلنا. هارون شد ليها في دراعها وزير عليه وجرها لعندو وقال: شنو درتي؟ مع من تشاورتي؟ هذاك ولدي حتى انا. قالت: بغيتي تعرف كي درت طيحته؟ اسمع، طلعت فوق الناموسية وبقيت كنقز حتى طاح بحال لا عمره ما كان. هارون كثيرة بالجهد كان غادي بسرعة حتى وصلوا، انزل وشدها من ايدها وجرها، كان كل شي ناعس. طلعها للبيت وسد الباب، رماها فوق الناموسية وحسات بالوجع كيقطعها في كرشها. حطت ايدها عليها وزيرات عليها وهو قرب لعندها وحيد الغطاء والتام وشدها من شعرها. كيفاش قدرتي ديريها؟ اشنو ذنبه هو؟ واش باغا تحمقيني؟ قلبك قاصح حتى لهاد الدرجة؟ قالت: اه، من نهار تعديتي عليا قلبي قصاح، كنكرهك وعمري ما غنسمح ليك، وما ندمتش حيت طيحته. هارون بغى يصرفقها وهو يجمع ايديه ورخى منها، خاف يضربها. بقى كيضرب في الحيط واللي لقاها حداه كيهرسها، اعصابه كلها بردها في الاتات. هي كانت غير كتشوف فيه وهو معصب، ابغات ويزيد يتعذب كتار من هكا. ومن بعد اخرج وسد الباب بالجهد، بقات كتشوف داكشي. بدلات عليها وتغطات وخرجت، مشات لبيتها وتخشات في بلاصتها ونعسات. وهو ركب في الطوموبيل ديالو ومشى عند فدوى، كانت ناعسة حتى دخل عندها البيت، حيد لي زار عليها وهو يقول: فيقي. حلات عينيها ونادت بالزربة وقالت: هارون مالك؟ جرها من ايديها وخرجها للصالة وجلس وقال: جيبي لي كاس. مشات جابت له كاس الويسكي ودارت فيه الثلج ومداته له، اهبط عليه هبطة واحدة ورجع مدو ليها وجابت القرعة والثلج وحطاتهم فوق الطبلة، عمرات له وعطاته وجلسات حداه. بقيت كتلعب ليه في صدره وهي تقول: مالك هارون؟ ما بقاش عاجبني حالك، شنو واقع؟ شاف فيها وهو كيشرب وحط الكاس وقال: والو. زادت قربات لعندو وقالت: ما مرتاحش مع مراتك ولا شنو؟ كتقلقك ياك؟ شدها من وجهها وزير عليه شوية ويهرسوا ليها، وعد على لسانه وقال:
آخر مرة تجبديها على فمك راه والله تنقتلك. ورخا منها وفدوى خافت وهي تقول صافي واخا، وقربت لي وخذت الكاس من ايدي وباستو في شفايفه وقالت انا غنسيك حياتي، ونوضاته وحيدات له التيشيرت وشداته من ايدي ودخلته البيت. فاق الصباح وشافها نعسه فوق صدره العاري كحزها وناض دخل الحمام. هي فاقت شافت فيه وقالت غتمشي؟ قال ليها اه. ناضت وقربت ليه باستو وقالت ما تبقاش تغبر عليا بزاف. بعد عليها وقال هانا غادي، وخرج ومشى للفيلا. دخل البيت ولقاه كيف ما خلاه، عرفها باتت في بيتها ومشى عندها وهو يقول اخر مرة تنعسي في بيت اخر. خنزرات فيه وقالت وعلاش بالسلامة، ياك ما يحسب ليك مزوجين بالصح. قال ما تخلينيش نتسيف عليك ونوريك وجه اخر. وهي تقول هاد الشي كله وعاد غتوريني وجه اخر، انه لا يزيد اكتر. قال دابا انا غي هدرت وحذرتك، يوقع اللي وقع ما تنعسيش في بيت اخر، اعلى ما توجد دارنا. وهي تقول اش من دار؟ قال ليها قررت نمشي ونعيشو في دار بوحدنا. وهي تقول لا غي خلينا هنا انا مرتاحة. وهو يقول انا ما كنتشاورش معاك، انا غي كنعلمك. وخرج وخلاها معصبة. هبط عند الخدامات وقال ليهم يقادوا البيت. هي مازال عيانة، تكات فوق من الناموسية والتحت القى جدو. قال له فوقاش غتوجد الدار؟ قال لي هارون غدا غتكون واجدة، الشهر كامل وهما كيقادوها. قالت الجد كنت بغيت نبقاو مجموعين. وهو يقول الجد اه ما كرهناش، ولكن احلام ورضا غيرجعوا وما خاصنا صداع. هارون قال نخليكم انا غنمشي للشركة. وداز النهار عادي وروان قررت تبقى في بيتها، ما يمكنش يبقى يتحكم فيها. جا الليل وشربات الدواء ونعسات. من بعد ما خرجت من عندها حنان ومريم اللي غي كيسولوا فيها مالكي نعسة هنا، بقات غي كتخربق عليهم حتى خرجوا. هارون رجع للدار عيان، كان نهار غير ديال الاجتماعات، وطلع للبيت وما لقاهاش. راسها قاصح، مشى لعندها البيت ولقاها نعسة وهزها غير بشوية. وهو غادي بها تلاقى مع حنان. حنان كتهضر غير بشوية وكتضحك وقالت يخلي لي الرومانسية في الليل. ابتسم ليها ودخل البيت، حطها فوق الناموسية وغطاها، ودخل دوش ولبس عليه وتخشى حداه، قربها لعنده وعنقها ونعس. وجا الصباح أحلام ورضا رجعوا وكانوا كيسلموا على مالين الدار. شيماء وهي كتعنقها قالت خليتي بلاستك اتوحشتك. قالت أحلام حتى أنا. مريم عنقات ختها وقالت نورتي الدار أختي، مرحبا بيك. وهي تقول أحلام شكرا أختي. دخلوا للداخل وجلسوا، كل شي كيشوف فيهم. وهي تقول أحلام مالكم كتشوفوا، راه نسينا كل شي. قال رضا آه بالصح، أنا وأختي خوينا دماغنا في هذا الشهر وغنعيشوا حياتنا بحالنا موقع والو. وهو يقول الجد هاد الشي اللي بغينا، الله يرضى عليكم. قالت أحلام ورضا آمين. والفوق حلات عينيها، لقات شي حد معنقها ومزير عليها، علات عينيها وكان هارون. حيدات له إيديه باش تنوض وهو يشدها وجرها وقال فين غادة؟ قالت رخي مني ما تبقاش تقيسني. وقال حشومة تنوضي من الفراش قبل ما يفيق راجلك. أمرتي العزيزة روان تعصبات وقالت شفتك عشتي الدور مزيان، راه غي عام ونساليو. قال هارون المهم كتبقاي مراتي، فهمتي؟ واخا تكون غي يومين. روان بغات تنوض وهو دغيا شدها وبخفة جا فوق منها وقال بغيت نعوض ولدي اللي طيحتي. روان قلبها كيستح وهي تقول واش حماقيتي؟ قال ليها ما سوقيش ما تشاورتيش معايا
والعقاب هو هذا، تجيبي لي ولد التاني. روان خافت وبدات كترجف وهي تقول: انت اش كتقول؟ بعد مني عافاك. هارون بقى كيشوف فيها كيف ما دارت كتبقى زوينه، حتى وهي معصبه ولا خايفه كتير رجفتها وشفايفها اللي كيترعدوا. ما حسش براسه وهو كيبوسها، نسى في هذيك اللحظه كل شي. هي كتحاول تدفعه ويبعد منها، بعد عليها شويه وهمس ليها: رجعي لي يا ولدي. روان كتبكي وقالت: عافاك بعد مني. ناض من فوقها وقال: ما غنتفاكش معاك حتى تعوضني في ولدي. دخل الحمام ودوش وخرج وهو لاوي عليه فوطة، لقاها كتضفر شعرها. كيعجبو بزاف، ريحته زوينة ولونه كحل كيلمع. هي شافت فيه وولات هبطات راسها، وهو لبس عليه وقال: اليوم غيجيو الخدامات غيجمعوا الحوايج باش نمشيو لدارنا الجديدة، راها وجدات. وهي تقول: مالك مزروب، انا ما غنمشي لحتى بلاصة. قال: بالسيف عليك غتمشي، ولا بغيتي نهزك تاني؟ روان خنزرات فيه ودخلت الحمام وهو هبط لتحت، شاف احلام ورضا جالسين وكل شي مجموعة عليهم. وهو يقول: صباح الخير. كل شي جاوبه: صباح النور. وهو يقول: على سلامة. احلام شافت فيه وقالت: الله يسلمك. وهو يقول: يلا انا غادي للشركة. وهي تقول: ام هارون اجلس افطر بعدا. قال هارون: حتى نمشي للشركة. وقالت حنان: اخويا روان بقى نعسة. وهو يقول لها هارون: لا راها فايقة. وخرج. احلام شوية وتاكلوا بعينيها، هي قررت تنتقم منه هي وخوها، تافقوا على خطة وغينفذوها. روان لبست عليها بغات تهبط لتحت تجلس مع البنات شوية، وهبطت للصالة وما لقات حتى شي واحد. سولات الخدامة، قالت لها: مريم وحنان خرجوا. وقررت تجلس في الشرطة. خرجت غير بشوية، حيت بكل خطوة كتخطيها كرشها كتضرها. وكيف ما العادة مشات لجهة الورد وجلسات في الجليسة شوية، وهي تحس بشي حد واقف حداها. كان رضا، احنات راسها وبغات تمشي، وهو يجي قدامها وحبس لها الطريق وقال: شنو زعما وليتي مرت الراجل؟ وهي تقول: حيد بغيت ندوس. رضا قطع وردة ومدها ليها وقال: سيري. وخوالي هاد الطريق، وهي مشات وخلاته مد ايديه. وهو يقول: ليام بيناتنا. دخلت للدار وقلبها كيزدح، ولقات شيماء واحلام جالسين في الصال. ندمات حيت هبطات. قالت احلام: اختي شيماء، ملي تخطبي راجلك حضيه مزيان قبل ما يديوه ليك، راه كتار الحريميات. وهي تقول شيماء: وييه، قال لك كيتخبعوا مورا الحجاب، ما بقى الثقة، تفو. روان تخنقات، بغات تغبر من قدامهم. ندمات حيت هبطات. لقات أقرب بلاصة ليها هي الكوزينة، دخلت ليها وشافوها الخدامات، وهي تقول لها الخدامة: بغيتي شي حاجة للا نوجد لك تفطري؟ قالت روان: لا غير شي كاس الماء. عمرت لها الما شرباته وخرجت، ما شافتش لجهتهم، سمعتهم غير كي ضحكوا. وركبت في المصعد وطلعت للبيت، سدات عليها وحيدات عليها اللسان، وبدات كتحس براسها غير ترتق. هزات التليفون وعيطات لهارون ودغيا جاوبها، قال لها: الو روان. روان بقت ساكتة، وهو يقول هارون: روان مالكي ساكتة؟ قالت بصوت فيه البكاء: فوقاش غنمشيو للدار؟ هارون تفاجأ من صوتها وقال: واش قلقك شي حد؟ شنو وقع؟ روان وهي كتمسح دموعها قالت: لا ما قلقني حتى شي حد، غير بغيت نمشي من هنا. وهو يقول: صافي انا شويه ونكون عندك. ناض حط داكشي اللي في ايديه ومشى عندها.
دخل ولقى اختو احلام جالسين ما دهاش فيهم. عيط الخدامة وجات كتجري وهو يقول اجي جمعي الشوانط وهبطيهم للشيفور يوصلهم للدار. وهي تقول الخدامة واخا سيدي، وطلع ودخل البيت وخلى الخدامة واقفة كتسنى برا. سد الباب ولقاها جالسة فوق الفوتيل، جلس حداها وقال مالكي كنتي كتبكي ياك لاباس؟ قالت لا غي عيانة شوية. هارون هو كيقلب ليها جبهتها وقال نديك للطبيب. ناضت من حداه ما بغاتوش يقيسها وهي تقول لا غي خلينا نمشيو بحالنا. وهو يقول واخا. عيط للخدامة دخلات وبدات كتجمع في الشوانط، ما خلات والو ديالهم، سالات وهبطاتهم. من بعد ما كلفها هارون تبقى معاهم في الدار تعاون روان. روان لبسات عليها وقالت وخلينا نمشي. وهو يقول هارون يلا هبطوا وسلموا على كل شيء. أحلام كانت غتضطر تقم اللي شافتهم غادين بزوج. ركبوا في الطوموبيل والطريق كلها وهما ساكتين حتى وصلوا. ما حساتش براسها، حليها الباب باش تنزل، شافت فيه ونزلت وعلات راسها تشوف الدار. كانت فيلا صغيرة. وقال هارون زيدي ندخلوا. لحقاته ودخلوا. شافت الجردة صغيرة وفيها لابيسين وجليسة حداه زوينة وكلها ورد. دارت للجهة الأخرى وشافت بحال شي بيت كبير النص فيه زاج ما عرفتش ديالاش. دخلوا للدار لداخل حجباتها، كانوا ثلاثة الصالونات واحد كيطل على الآخر مفرشين بفراش مغربي. هي جلسات وشافت فيه وقالت مالك على حالك غير دار بركة. وهو يقول وفين غيلعب ولدي؟ بغيتو يلقى راحتو. روان خنزرات فيه وهو دور لسانه على شفايفه وهو مبتسم، طلعها ووراها البيت. دخلات ودخل معاها وهي تقول سير لبيتك مالك تابعني. هارون سد الباب وقال بيتنا بزوج. قالت لا بغيت بيتي بوحدي، خرج شوف ليك شي بيت. هارون قال على ما يتسالى العام غتبقاي مراتي وغنتعامل معاك كزوجة فهمتي؟ قالت هادي هي اللي عمرها تكون عمري نعاملك كزوج، حيت غير فكرة انك راجلي كتعصبني. قرب لعندها ودار يدو مورا ظهرها وقربها لعنده وقال ما يهمش تكوني باغا ولا ما باغاش، اللي كيهم اشنو بغيت انا، وداكشي اللي درتي راه ما ناسيهش. علامة براي ونتفاهمو في قضية الولد أمراتي العزيزة. وباسها من وجهها وطلق منها. هي بقات كتمسح في بلاصة البوسة وهي تقول غير كتحلم ما تبقاش تقيسني كنكرهك. هارون هو خارج قال دابا نشوفه بسلامة أمراتي العزيزة. حصبها هي عرف يستفزها. جلسات فوق من ناموسية وحسات بالحريق، ما خصهاش تتعصب. بدلات عليها وهبطات لتحت، اول مره تكون مرتاحه وما مغطياش. خدات راحتها ودخلت الكوزينه بغات تاكل. جاها الجوع، لقات الخدامه تما وهي تقول الخدامه مدام بغيتي شي حاجه؟ قالت روان اه في الجوع عافاك وجدي لي شي حاجه. قالت الخدامه هي الاولى. ودازت نص ساعه وكانت الماكلة واجدة، حطاتها ليها وبدات كتاكل حتى شبعات وناضت وقالت شكرا وطلعت لبيتها. ودخلت الحمام دوشات، خرجت ونشفت شعرها بالسشوار، حلات البلاكار وجبدات كسيوة بنصكم وشعرها دارت له ضفيرة زوينة. هبطات لتحت وخرجت للجردة سالتها كلها، وكل شوية كتوقف تاخد سيلفي وكتمشي حتى وصلت لحدا واحد البيت كله زاج. حلاته ودخلت عجبها، كان فيه لابيسين كبير من غير هذاك اللي على برا، داروه باش لبغاو يعوموه في البرد وعاد الحمامات. المهم عجبها داك الشي، اصلا هي كيعجبها تعوم. بقات كدور تماك ورجعت للدار. دخلت الكوزينه وخدت ليها عصير
وخرجت للصالة. تفكرت صاحبتها سناء وعيطت لها. دغية جاوبتها، قالت سناء: حبيبتي توحشتك، غير تزوجتي نسيتيني. وهي تقول روان: حتى أنا توحشتك، غير حيت كنت مشغولة شوية. سناء قالت: آه مع حبيب القلب، ما مخليكش ترتاحي. روان في دماغها قالت: له لا يوريك. وهي تقول: عفريتة إيواش كتعاودي؟ وهي تقول سناء: والو، راني غير مع جون، ها هو كيسلم عليك، حيدي الكاميرا ندوزو ليك. وهو يقول جون: روان توحشناك، غبرتي علينا. وهي تقول: جون خويا لاباس. قال جون: لاباس، وانتي؟ وهي تقول: حتى انا بخير. قال لها: مبروك الزواج، كنتمنى لك حياه سعيده. وهي تقول: هارون كان راجع من الخدمه، جا باش يخرجها باش تشري داكشي اللي خاصها. ادخل من الباب وهو يسمعها كتهضر مع شي حد، ما ركزش اش كتقول، اسمع غير صوت راجل ومشى كيطير خدا ليها التليفون من ايدها. شاف جون وتعصب، وهي رجعت خداته له من ايديه. وهو يقول جون: روان روان، هنا غندوز لك سناء تهضر معاك. قالت سناء: روان حبيبه حلي الكاميرا نشوفك، جون مشى. هارون بقى كيشوف فيها، بغى غير يعرف شكون هذا. هي فهمات وشنو بغى يعرف وحلات الكاميرا. وهي تقول روان: ها هو هارون بغى يسلم عليه. ودورت ليه الكاميرا. قالت سناء: السلام خويا هارون، مبروك الزواج. هارون تلبك ما عرف ما يقول. وهو يقول: الله يبارك فيك، شكرا. قالت سناء: كنت بغيت نجي انا وخطيبي جون، ساعه ما كتابش. جون اجي سلم على راجل روان. جا وبارك ليه، وكملت الهضره معاها وقطعت وشافت فيه. وهي تقول: علاش حيدتي التليفون من ايدي؟ هارون جلس وقال: بغيت مراتي، ومن حقي نعرف معاه من كتهضر. روان كتهز في ايديها بطريقه عفويه وكتحرك بحال شي بنت صغيره، وقالت: انا ماشي مراتك، افهمها، بعد مني. هو بقى كيطلع ويهبط فيها. الكسوه جاتها واعره على جسمها، جات مرسومه عليها. اول مره غيشوفها هكا مع الشعر كحل ومدفور القدام، وعينيها كيبان واعره، كان شكلها زوين واخا بلا مكياج. هي توترات ملي شافتو، قالت: مالك، علاش كتشوف فيا هكا؟ وهو يقول: حيت انتي زوينه. بقات كترجف غير بوحدها وكتهبط في الكسوه واخا هي هابطه، وقال: كتحشمي يا مراتي العزيزه. روان كتحاول ما تبينش وقالت: علاش غنحشم اصلا؟ علاش جاي دابا؟ كتجي حتى الليل. وقف وشدها وجرها لعندو وقال: جيت نشوف مراتي. روان قلبها كيستح، كتشوف فيه قريب ليها وما مخلي ليهاش الفرصة فين تنفس. وهي تقول: ها شنو؟ رخي مني، اطلق مني. زاد زير عليها وقال: ما بغيتش، بغيت نطلعو للبيت. شهقات وخرجات عينيها وقالت: لا ما يمكنش. هارون ضحك بالجهد وطلق منها وقال: ها خفتي مسكينة، طلعي وجدي راسك، غنخرجو نشريو شي حوايج، ملي غنبغيك ما غنتشاورش معاه. طلعت كتجري وهو حاضيها ومبتسم. غير دخلت للبيت وبدات كتنفس بالجهد، عاد رجعت فيها الروح. غي حمقها مسكينة، بقات ربع ساعة وهي غي واقفة، ومن بعد لبسات عليها وغطات شعرها وهبطات، هز اللتان في ايديها هو والساك. هارون كان واقف كيلعب في التليفون وهز راسه فيها وقال: غتمشي بوجهك هكا، فين اللتام ديالك؟ خنزرات فيه وقدات اللتام على وجهها. هارون حل الباب وخرج، وهي تبعاته، ركبوا في الطوموبيل ومشاو للمول، وبقات كتشري في الحوايج اللي خاصها، صبابط وكساوي، كيطمات، بيجامات، المهم كلش، حتى الإكسسوارات. هو تلاقى شي صاحبه وبقى كيهضر معاه، شافت محل في بكين
ودخلت وشرات زوج مايوهات وخرجت. يلاه وقفات، يلاه وقفات حداه وصاحبه مشى. قال هارون: بغيتي شي حاجة أخرى؟ قالت: لا ما بغيتش. وهو يقول: أنا بغيت. جرها من إيدها ودخلها لواحد المحل، بقات غير كتشوف فيه. بغات تخرج وهو يشدها، عزل ربعة شوميز دوني وشي كريمات ديال الدهن، خلصهم وخرج. وهي تقول روان: غير حلمنا نلبس لك هاد الشي. وهو يقول: كوني هانية، غتلبسيه من اللي غنبغي. روان تعصبات وقالت: راه ما غنلبسهمش، يلا. ضحك هارون وقال: مازال ما كتعرفينيش، شحال راسي قاصح، دابا زيدي ناكلو شي حاجة. سبقاته وهو يلحقها وشد ليها في يديها وقال: مالكي مزروبة، راه ما غنلبسهم ليكش هنا. هارون جرها وقال: زيدي، راه في الجوع، كل شي كان كيشوف فيهم البنات غياكلوه بعينيهم، هو اصلا زوين. جلسوا في المطعم وطلبوش غياكل وشويه وحطوا ليهم الماكله وبداو كياكلوا. وبزات عينيها لقات واحد المجموعه البنات كيشوفوا فيه، وهو شاف فين كتشوف ولقاها كتشوف فيهم وابتسم وقال: باش تعرفي راسك مع من؟ خنزرات فيه وقالت: وغيري ياخدوك غير بعد مني. وهو يقول: سخيتي بيا؟ قالت: انا غير نسخه بيك، راه ما كنحملكش. سكت ما بغاش يطول في الهضره، هي كانت كتهز التام وكتاكل، وكانوا شي دراري كيشوفوا فيها. شويه وهو يسمع واحد فيهم كيقول: ناري على عوينات عندها. هارون ناض ومشى لعندو شنق عليه وقال. الولد خاف وقال: والو، ما قلت والو. هارون ضربو بوكس وولا شنق عليه وقال له: راه سمعتك مزيان، هاديك راها مراتو وما نبغيش اللي يشوف فيها ولا حتى يهضر عليها، فهمتي؟ راه ندبحك. الولد كيرجف وهو يقول: صافي يا خويا، اسمح لي، عافاك. جاو سيكيريتي فكوه من بين ايدي، عيط للشيفور اللي دغياجة وهز داكشي اللي شرا. روان كانت غير واقفة خايفة يتعصب عليها، حتى هي كترجف غير بوحدها. مشى وشد ليها في ايديها وجرها معاه وهي غير ساكتة. دخلوا المحل ديال المحجبات وخدا التام اللي كيغطي حتى العينين، خلصوا وخرج. وهو يقول هارون: هذا اللي غتبقى يدير. هزات راسها بوخا وشد ليها في ايديها وهبطوا. ركبوا في الطوموبيل وكانوا غير ساكتين شويه وهو يشوف فيها وقال: ما كلتيش مزيان، ندوزو ناخدو شي حاجه. هزات راسها بوخا عاوتاني ومشاو طلبوا داكشي اللي بغاو. روان قالت: تشهيت ايس كريم. هارون ابتسم ليها وقال: واخا هي الاولى. نزل وجاب ليها ايس كريم وخداته وبدات كتاكل. مشاو حتى البحر ونزلوا جلسوا فوق واحد الحجر وبداو كياكل. كان الحال بدا كيظلام، سالاو ماكلتهم وبقاو جالسين وساكتين. هي عيات وهي تقول: هارون عييت، بغيت نمشي. يلاه بغات توقف وهو يشدها الوجع. تحنات على كرشها وغوتات، قالت: اي. مشى عندها وقال: مالكي؟ قالت: كرشي ضراتني بزاف. وهو يقول: يلا نمشي للطبيب. روان وقفات وقالت: لا بلاش، غير حيت تحركت بزاف، نمشي للدار ونرتاح. هزها هارون وهي تقول: لا قادره نمشي. قال ليها: سكتي دابا. وصلها للطوموبيل ومشاو نيشان للدار.